على الوريد مشوها. كان عندنا موجة كره خاصة علي كتير كبيرة. هلا ريما، الله يخليك. ريما شو تسوين هلا؟ زيح، مش ضروري تفضحنا. عامل حالي عم بعمل رجيم. انا اني اني الرجيم كتير قاسي يا جماعة، مش قادرة اتحمل، يعني مش قادرة. فيكم بفيديو جديد. هذا الفيديو هو آخر فيديو بسنة 2020، وحبينا نشارك هذا الفيديو وياكم لأن أنتوا متابعينا، أنتوا قلوبنا والله تعرفون. فقلنا نسوي rewind، يعني rewind يعني. A few moments later. رح نسوي الترجيع في هذا الفيديو. هو ايش الترانسليت حب يعني يترجم لي، فرح نسوي لكم الترجيع ونشوف ويا بعض ايش سوينا اني وريما هالسنه، شلون دخلنا باليوتيوب، شلون دخلنا بالتوك توك. نحن حفرجيكم كيف السنه 2020 كانت خير علينا. شنو هاي الحركه؟ يعني هلا نبلش نحكي نفرجيهم ترانزيشن. صدق انت شو بفهمك بك امور. وبدنا تفجير لايكات وتفجير اشتراكات بهذا الفيديو على مود نوصل لاكبر عدد. واليوم راح اخلي لكم شيء كلش مميز بهذا الفيديو، راح اخلي لكم انس بالاخير. بعد شيء تريدون دللوا على حسابي. اوكي، فقلنا راح نسوي الترجيع وياكم ونقول لكم ايش سوينا انا وريم هالسنه. ما اعرف اذا هواي منكم مهتمين بهالامور، بس احنا هواي مهتمين لان هي كانت تخص حياتي وحياتها. اوكي، فاحنا مهتمين وان شاء الله انتم هم تهتمون، لأن هواية تعبنا على ما كتبنا لكم ايش سوينا هاي السنة. أول موضوع ما أعرف الكلمات ما تطلع عبالك. أول مرة فاتح كاميرا وداحش ويا كاميرا، بس أنا تعرفون شنو أحلى شيء بحياتي؟ أكيد مريم إنه أحشي ويا الكاميرا وأحشي وياكم. أول شغلة جمعتني أنا مريم وهي إنه جمعت، لا لا غلط، جمعتني شغل جمعنا. والأول شغلة هالسنة صارت بيني وبين ريما. هالسنة صارت بيني وبين ريما. وبعدها تقول إنه تزوجنا، مش جمعتنا الزواج، نحن جمعنا الشغل من زمان. صح، زين راح أسوي هاي الطريقة الترانزيشن مالي. إحنا جمعنا الشغل أنا وريم هالسنة. لا مش هالسنة جمعنا الشغل، السنة اللي قبل هاي السنة من 3 سنين جمعنا الشغل، وهالسنة تجوزنا. وقعد لي أرضاك، أنا بحكي تعالوا لكم عنده شي غلط، فتنا قبل الفيديو. مهم هاي يا جماعة، كل عام وانتم بخير. أول شيء ان شاء الله هيك بتنعاد علينا، مش 2020 ان شاء الله بتنعاد علينا 2019 بالصحة والسلامة والسعادة ان شاء الله، وكلكم هيك النور يلقاكم. ويعني اول شغلة صارت معنا انا وعمار هالسنة. قوليها، بتحمس والله. قوليها تجوزنا. غنية زفوا العروس. زفوا العروس، زفوا على الوريد مشوها، هنوها فيه هنوها. لك حلقت ليش هلقت سمينة؟ يعني ماذا يدخل بصابيع عشل بصل؟ نحن جوزنا عند الشيخ ببداية كورونا، فبعملنا شيء إلا أخذنا هالشاب الحلو وهالصبية الحلوة عند الشيخ. كتبوا كتابهم صح، وكل شهر نقول هالشهر بنعمل عرس هالشهر، قد ما رجعنا لقينا انه كورونا صارت اكثر واكثر اكثر، بطلت عالم ففرح عمار وقال بدون عرس وصارت الفلوس هيك بجيبها، مع انه بيك كان حابب يساعدك بس يلا. لا هسه نسوي العرس اذا تريد هسه هالليله. ثاني شغله انه احنا بلشنا تيك توك. راح اقول لكم هاي القصه شلون كانت. اكيد شفتوا هذا المصور اللي اسمه ذا ايسلاندي جاي اللي طلع ويانا وصورنا، وحتى سوينا فلوج وياه على اليوتيوب هنا اذا شايفين الفيديو. فهذا الولد اتذكر كنت انا بالشغل، هو قال لي على التيك توك وقال لي عمار لازم تبلش تيك توك، تيك توك هو يعني احسن شيء صاير فتره طويله، مثل انستغرام لما طلع كانوا يساعدون الكل ينتشرون وهاي، فهسه تيك توك ايش دا يسوي؟ كان عنده 40,000 متابع، حط فيديو على تيك توك ووصل الفيديو 13 مليون فيو تقريبا، 13 مليون يعني وصل الفيديو ذاك من 30,000 لتقريبا 400,000 متابع. فأنا قبل اتصلت بريم قلت لها
شنو رأيك يمكن نبلش بالتيك توك؟ يعني شغلة حلوة وإحنا يعني مهضومين. ففكرنا بيها قلنا زين نزلنا فيديو وين؟ وبعدين شفنا الأرقام عم تصعد. وأنا بالشغل يعني كل ما دا أشتغل بس دا أنتظر الفرصة عم أشوف إيش قد متابعين صار عندنا. أتذكر ذاك الوقت كنت كلش فرحان. آه أي والله دائما يعني بس تصير فرصة أول شيء أطلع التليفون وأقعد أباوع. فبلشنا هناك وبعدين أنا كنت أعرف المونتاج. مونتاج الفيديوهات من قبل. فقلت ليش ما ناخذ المتابعين ونبلش يوتيوب همين. بس قبل ما نبلش يوتيوب انا بس حابه ازيد شغله. لما بلشنا عملنا فيديو وحطيناه انا ما كان عندي امل او ما كان عندي يعني زنيخه. انا الحياه كلها ما اخذتها زنيخه يعني ابدا ما كنت متوقعه شيء. فحطينا فيديو على التيك توك وسكرت هي حطيناه بتذكر شي ساعه 2 بالليل وسكرت التليفون وفتت نمت ونسيت التيك توك. نسيت انه احنا عندنا شيء اصلا اسمه تيك توك لانه ما كنا معودين عليه. بعد شي يومين فتحت لقيت عندي 2000 متابع. يعني من فيديو واحد اجاني 2000. هلا وقتها كان 2000 كتير انه من صفر انه هو ليش اجوا كمل الفيديو. نزلنا فيديو تاني بوب طبينا 4. نزلنا فيديو تالت بلشنا هون نفهم انه هي الشغله حلوه عم نشوف ردة فعل العالم والعالم والتعليقات هواي شجعتنا انه نكمل. بس بعدين صار في عندنا مثل نزله لما صرنا تقريبا عندنا شي 50,000 متابع على تيك توك بلش الكره. بتذكر كيف موجه كره علينا حلو واحد كمان يحكيونا مره طبعا يعني. فكان عندنا موجه كره خاصه علي كثير كبيره. يعني ضلينا يمكن شي شهر كامل ما نشوف محبة من العالم نص. يعني الأرقام تطلع كتير تطلع الأرقام ونحن نعمل فيديوهات تطلع الأرقام بس كان في موجة كره مش طبيعية. هو الموضوع كان إنه ليش يا عمارة تزوجت لبنانية وما تزوجت عراقية وحاولت يعني إنه يعني ما تجاوب هيج تعليقات لأن كلش سخيفة. فبالأخير جاوبنا عليهم قلت لهم تراني ما يهم إذا هي كانت عراقية أو لبنانية أنا حبيت شخصيتها. وأنا من النوع اللي شخصيته ونفسيته ما بتتأثر بحدا. يعني شو ما تكتبه شو ما يعمله وحياة أهله إنه إذا قريت كومنت بشعة بعمل هيك ديليت وبحط التليفون وبنسى. وحياة أهل إنه بنفس الثانية بنسى وإلا نحن ما كنا كملنا. لا بنفس الثانية بنسى. أكو هواية عالم مثلا إذا يشوفون تعليقات سلبية هواية تأثر بيهم بس إحنا بالعكس. يعني المحبة مع العالم يعني لو يجيني 2 يحبوني و20 يكرهوني أنا راح أشوف دول 2 بدال 20. يعني فبعد شي شهر رجعت طلعت المحبة ومن يومتها الحمد لله. بس هاي الشغلة قولوا من 3-4 شهور ما شايف واحد من التعليقات يقول ليش أخذت لبنانية. فهي هاي كانت مشكلتنا يعني بالبداية. بس نحن بلشنا بشهر 5 5 6 7 8 9 10 11 12 من 8 شهور بلشنا واليوم عندنا 1,000,007 صح. قربنا على 1,000,000 متابع وتوثق الحساب واليوتيوب توثق توثق. مهم قبل ما اكمل ونبلش باليوتيوب بدنا نفرجيكم كم لقطة من التيك توك. هاي من البداية ويمكن ما شايفيها لان هاي كان هواية قليل المشاهدات عليها. لا والله كتير بس مش مشكلة. يمكن واصلين ما اعرف بس من البداية كانت يعني. فحفرجيكم عامل حاله قرفان مني والله مش مجويين. فرجيني مثل الفليو بشونه هدي هو سماعاتي عامل حاله قرفان مني. المهم لنبلش جاهزون. عليكم عمار شلونك حبيبي علاوي. عمار حبيبي قول. عندك فلوس تدايني؟ الو عندك فلوس تدايني عمار؟ انقطع الخط ما دا اسمع. بده مصاري. الو اذا انت سامعتي انت دايني. هذا كثير انتشر. طيب لو شوف الثاني واحد يلا بزيادة هالقعد. طب هات لبصر يلا رح تقلين الفنجان؟ انا اشطر بصارة بتلاقيها بكل سويد. شوفينا بعاص اصبر اصبر. طيب لك بسرعة شايفة 3 طرق. شاكو اول طريق المال لك عوينات مستحيل حتى قبض. انتم مركزين قديش عوينات له ما بعرف ليش قاعدين هيك. الله تصدق ولا ما تصدق. تاني طريق شجرة يعني يمكن انه جاي الصيف. الله اكبر. ثالث طريق تخت يعني انت يا اليوم يا بكره حتنام. انا رايح انام صباح الخير. يلا القبض القبض. هذا يعني
مرات انا اشوف هاي الفيديوهات القديمه مالتنا وصدق نضحك يعني صدق حبات ريم اكو واحده صدق ما تستحي على نفسها ليش اجتني تقول لي اذا تعطيني بوسه انطيك ريد بول وانا وين كنت انت بالبيت هي ورا المحل هناك واقفه انا فرجيت هذا فهم الفيديو كثار فهمه كله فهمه اذا شايفين هاي الفيديوهات القديمه مالتنا خلوا بالتعليقات وهاي يعني بالبدايه يعني بدايه وجودنا يعني دخولنا بالسوشيال ميديا فقولوا شنو كان رايكم بينا وشنو هسه تقريبا كان عندنا 100,000 انتوا شنو رايكم الفرق بينا هسه والفرق اللي كان بينا قبل عمار حبيب بكره تساعدني بتعزيل البيت راح يطيري منه يعني لا بحلمك طيري مش مشكله حبيبه كل شيء ورا التليفون واخره شو هلا تساعدني بكره ولا تدفع 1200 دولار؟ بكره ساعدك ساعدني؟ وعد؟ اوكي حبيبة ميرسي كرابيج نحن قد ما على طبيعتنا كل شيء بيطلع خرابيج بس بدي أفرجيكم فيديو واحد هذا هو الفيديو اللي جاني كثير كره عليه هاي مثل ما قلنا لكم بال50,000 يعني قديمة بس هذا فيديو انتشر كتير يعني انه وشبعت مسباتري من وراء يعني وصل الفيديو يمكن اشي 10 مليون ومسبات الحمد لله يعني محمد فانا بطلت فوت عليه اصلا بما انه جوزي عراقي وبحب اهتم فيه وهيك اللي من الصبح بطبخ له دولمة هفرجيكم عليها بس بعتت لي حمى الشوب ألا وشو شاطرة بعد لحم ميه من منظر اسمعوا تخيل أعمل شي غير أخمص وتبولي هذا الوقت هو يكره أكل تريم من وراء ألا أول شي لأنه لبنانية صح ومرته اللبنانية تاني شي أنه قلت أكيد ما حأعمل شي غير أخمص وتبولي وتالت شي لأنه قلت لهم أحلى أعمل دولمة ففكروني عم بتمسخر على الدول أنه انا عم بتمسخ على الفيديو كله بس انه كيف حكيت على الدولمة الله يخلينا ياكل انتو كلكم جيتوا من التيك توك من التك تك قولوا لنا يا رقم كان عندنا على التيك توك لما بلشتوا تتابعونا وشنو الفيديوهات وترى احنا اكثر شيء انتشر عندنا هو الحزوره فزوره يعني حذورة. لحد اليوم فزوره جديده رايكم دائما لما نشوف عالم برا الشغله دائما يقولوها حزوره فزوره يعني بعيني كت... قلي كتير مبطليتا اخر شي صرت اصحي يعني نظهر لبرا دايما في عالم تعرفنا وبتقرب يتسلم علينا يعني ما حدا بقول لي هي انت ريم بيقولولي حزورة فزورة صرت اصحي اخر شي فقلي يمكن شي 4 أشهر مش قايله ولا حزورة بس يمكن مرة ب4 أشهر ايه هيك مرة بس انه بس شقد ما نخلي محتوى جديد ومحتوى جديد ما حدا ينسى الحزورة فقلت لها اليوم ريم تعالي نسوي واحدة جديدة يلا بكرة بنعمل واحدة غير شغلة صارت ويانا من باي السنة صار انه ويا التيك توك بلشنا يوتيوب ويوتيوب انا هواية مركز على اليوتيوب يعني صح العدد مالتنا اقل باليوتيوب وانا يعني الهدف للسنة الجاية انه اليوتيوب مالتنا يوصل 1,000,000 فراح هواية اشتغل به واتعب عليه عمود اكثر عالم يوصلهم الفيديوهات مالتنا وان شاء الله يكونون ميتين من البسط مثلكم بال8 أشهر هاي نزلنا فوق 50 فيديو عدد مو قليل الواحد يعني مبلش جديد باليوتيوب عادة لما العالم يدخلون باليوتيوب يعني يحطون لهم فيديو بالاسبوع لو الشهر احنا كل يومين 3 أيام بدنا ننزل فيديو خلال هالاشهر بلشنا يوتيوب وصلنا لل100,000 واخذنا اول درع صح يعني الحمد لله ماشيين بطريق الصح وبعدنا مكملين وشكرا لكم حياتنا فهو الدرع لنا ولكم عبال ما سنت الجاي ناخذ درع المليون ان شاء الله اكيد هذا ثالث انجاز حققناه هالسنه يعني عمرنا ما كنا متوقعين توسع حسابنا على التيك توك وعلى اليوتيوب يعني صرنا نحن موسعين يخرب بعيشتك فهيدا ثالث انجاز بالنسبه لنا صح رابع شيء عملناه خلال هالظروف اللي قطعنا فيها صح. كمان قررنا نسافر رحنا على تركيا تعرفنا على كل عالم كتير عالم ساعدونا بالمجال صح كان خبرة كان أسئلة كان عالم مثل لحد اليوم نحكي وياهم ضر العالم صح كيف هلا أول مشكلة صارت معنا نتهكر حساب الإنستا صح تعرف كنا معرفين على نورس وعلى حمادة إنه كمان نعرف إنه فينا نسند حالنا عليهم صح
بالمجال، فكتير عالم تعرفنا عليهم وبسطنا فيهم بمجال الصح. وكمان انا كان عندي حلم هو انه اعمل سناني، وسوى سنانها مع انه هن ما كانوا غلط، بس كانوا صفر، كانوا كتير صفر قد ما بشرب قهوة، بس ما كانوا بشعين شكلهم. لا والله الحمد لله حلم مبسوطة طارق بيض. حققت حلمي وبدي اشكر دكتور علي كتير، دكتور شاطر. غير شغلة صارت ويانا بهالسنة انه اثنيناتنا بطلنا الشغل اللي لقينا بعض بي، وهذا الشغل كان كلش متعب اللي وإلها. كنا نشتغل بشركة اسمها فولفو وكان الشغل كتير متعب، كنا نعمر سيارات، وكان عندنا حلم انه هالسنة انه نبطل. صح. هو له 4 سنين انا 3 سنين، كان عندنا حلم انه نبطل شيء اريح لنا، فهو الحمد لله بطل وانا بطلت. انا صار عندي شغل بشتغل منه من البيت نفس الراتب ضمن الحكومة، وعمار ركز على اليوتيوب كثير مبسوطين احنا. والله يعني كل يوم في الصبح بنقعد بوجه بعض، انا بشتغل على الكمبيوتر وهو بيشتغل على الكمبيوتر مثل ما بتشوفه على انستغرام، فهذا كمان كان حلم كثير كبير. هذا كمان كان حلم كثير كبير انه نبطل بحاجه نتعب برا، نتعب بالبيت احسن. صح. هذا الشغله صارت ويانا هاي السنه انه قررنا نجيب كلب على البيت. هذا القرار شوي كان صعب بس ما اعرف شنو خطر ببال ريم، قعدت يوم من الايام وقالت حابه هاي الكلاب شكلها يعني تكون صغار وكيوت. انا ما كنت بحب الكلاب لا، وكانت من المستحيلات انه ريم تجيب كلب على البيت، وحتى اللي كان يعني رفقات اللي كان عندهم كلاب كنت اعتذر منهم ما اروح لعندهم على البيت ولا نخليهم يجيبون كلابهم للبيت. شفت يوم من الايام فات فاردينها بلاته لقيتها للبيع، كانت كتكوت زغطوره هالقد، خلي لكم صورتها. فما قدرنا الا ما نجيبها ومبسوطين فيها. في كتير بقول ليش ما بتجيبوا ولد، بس نستقر على الاخر ان شاء الله على السنه الجايه. فهي هاي يا جماعه كانت الترجيع مال هاي السنه، حتى لو انه كانت سنه كتير صعبه. يعني احنا صح بدنا نشارككم فرحتنا وشغلات صارت ويانا هالسنه، بس ابد ما ناسين اللي دا يصير بدولنا، ودائما نحط على الانستغرام اذا دا يصير فد شيء، ونحاول ايش قد ما نقدر نساعد. صح. بس بهذه قناتنا حبينا نقول لكم شنو الحلو صار ويانا، وما نريد ندخل بالشغلات سيئة تصير بالعالم عن ما نعكر مزاجكم. هلا انت مبسوط بهالسنة؟ ميت من البسط. وانا كمان مقتنعة فيها السنة، ان شاء الله 21 تكون احلى، نجيب بيبي، هذا الهدف. صح. اخر السنة بجيب بيبي، مش اولتها اخرتها. ايش باخرتها؟ طلعها نعمل كم شغلة يخرب بيتك. اوكي. فهدف السنة الجاي ان شاء الله نرجع هذا الفيديو السنة الجاي ان شاء الله، ونسوي لكم واحد مال الفرح. فكون عندنا دريع المليون، ونكون ناقلين من السويد، ويكون عندنا ولد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا على كل شيء. على المتابعة. لازم نغني شغلنا. صبحتك مسايتك يلي بقلبي بيتك، صبحتك مسايتك يلي بقلبي قد بشرب ريد بول. المهم حبايبي ارفع الشاشة لفوق، بدنا نوصلوا لأعلى عدد لايكات خلال ساعة. حبايب انتوا كفوا قدها، بدنا نوصلوا لأعلى عدد لايكات خلال ساعة حبايبي، 200 400 ألف لايك.